تعرف المسلسل بربحك، المقابلات أوقات بتخسرك صح؟ لا مزبوط. إذا قلت له ممثل بيزعل، إذا بتقول له النجم حط لي اسمي لو سمحت بلاي أو ما بدي أشتغل. أي جمهور في العالم أذكى من أذكى ممثل مسرحي على الإطلاق تيم حسن، إن كان الشباب الصغار الجدد كانوا تواقين لتقديم أرفع ما يمكن أن يقدم. هل أصبت بخيبة أمل؟ طبعاً عندك. ما كنت مقتنع بموهبته، اليوم نجح. العار بحقي أنا اللي رسبت. أعطيني خطأ اكتشفته بأدائك بالزمت. هذا إنسان لا يلام 100% لما قام به. ليه؟ باللقطة الأخيرة أقصد بقلع العين المي. قلت لهم برد هربوا. برد بس ما معقول يعني، كمان هدول اللي قلت لهم كل 4 سنوات صار يعمل لهم امشوا. بدك تروحي لهي القضية من أول. يعني حدا قصصك فأزن فركشت وراك. ما بيوقع إلا الشاطر. يلا نحكي مع جمان أبو عيد ليلة الساعة 9 مساء على الـ LBC.